ابو صالح من ابو ظبي يقول سراء قراءه سوره البقره في البيت يعني هل لابد من القراءه ولا ولا الاستماع يكفي ابو صالح بارك الله فيك لا الاستماع ما يكفي لان الـ الـ الان الذي يذاع او في كذا هذا حكايه للقراءه اما المقصود بقراءه البقره يقراها الانسان بنفسه بارك الله فيك